برزنتيشن صحيح، بس البرزنتيشن فيه جاز يعني لو اديتها كل سطر فيها قلت فيه كلمتين ممكن نقعد بقيه الدبلومه نتكلم فيها. يعني الكامبس كل يعني كل الدبلومه كل لكن انا بيهمني جدا ان انا اديكم الاسنس بتاعها، الكونسبت اللي احنا بنشتغل عليه، الهدف من هذه الدبلومة. احنا موجودين هنا ليه؟ احنا مين؟ انتوا مين؟ هنكون ايه؟ وايه الجيرني اللي احنا ان شاء الله نخرجها؟ قبل ما ابتدي انا بحب جدا ان انا اتعرف على البارتيسيبانتس. ليه بقى بتعرف عليكم؟ لان بصراحه انتوا اهم كومبوننت في هذا المكون كله في هذا البرنامج. فكل واحد فيكم جاي بيلر، وهيكون بيلر في المستقبل في الرحلة اللي احنا هنتكلم فيها دي. فانا بيهمني جدا ان انا اعرف بسرعة، يعني مش هناخد وقت كتير، لكن بيهمني اعرف انتوا مين، جايين من اورجنايزيشنز ايه. لو قدرتوا برضو تقولوا لي تصوركوا على انتوا يعني ايه اللي انتوا مخططين له، او انا شايف فيكم ناس طبعا فيري سينيور، ناس طبعا اشتغلت في بيتها، ناس درست، ناس مش مبتدئه، ناس قد يكون بيشتغل في البرايفت سيكتور، ناس بيشتغل في الحكومه، ناس بيشتغل. فعايز اتعرف عليكم كده في العجاله ثم سننطلق الى البرنامج بتاعك. انا عايز اتكلم مع حضرتك عشان شايف يعني كده انا عارفه من زمان، مش عارف انا شفتك ليه، فابتدي من عند حضرتك. اتفضل.